الحالات التحكيميه بتاعت ماتش النهارده فيها وقفات كتير جدا جدا. خلونا نرحب في البدايه بكابتن جاد جريشه خبيرنا التحكيمي وحكمنا الدولي السابق. يا كابتن جاد اهلا وسهلا بيك، مساء الفل، تحياتي. ابراهيم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. ابراهيم اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله بخير الحمد لله. طيب خليني ابتدي معاك في الحكم المباراه عندما اشرف في الدقيقه 45، يعني نقدر نقول كمان بعد 4 دقائق من انتهاء الشوط الاول، اشهر بطاقه صفراء ل عمرو السوليه واحمد عبد القادر وعلي حمدي من طلائع الجيش بعد الاعتراض بسبب التدخل او تعمد ادخال كره من خارج المباراه اثناء اللعب. قدامك هي على الشاشه وقول لي شايفها ازاي. انا مش شايف معاك، بس انا عارف اللعب يا ابراهيم. هو اللعب بمنتهى البساطه، انت الكندوسي هو اللي اخطا في الاول لما نزل الكره الملعب. كانت صفاره وركله حره غير مباشره وانذار للكندوسي، واللعبه خلصت وتوفرت 3 انذارات. تصرف الحكم لو تصرف بالمنظر ده، انذار للكندوسي وركله حره غير مباشره طلائع الجيش لما لعب الكوره من بره، من بره لما طلائع الجيش استنف برامي التماس، وهو رمى الكوره في الملعب، كانت صفاره خلصت وانذار للكندوسي لاعب نادي الاهلي وركله حره غير مباشره خلاص، ويعني ايه وفر 3 انذارات ما كانش هيتاخده. يبقى اللعبه استمرت، طبعا اللعبه استمرت، وبعد كده اللاعب طلائع الجيش شاط الكوره اللي في الملعب عشان برضه يعطل اللعب، وبالتالي كان يستحق انذار. يبقى اللعبه دي راح للسوليه اداله انذار للاعتراض، وادى انذار لعبد القادر للاعتراض، وادى انذار لطلائع الجيش اللي هو اللاعب الاخطا اللي لعب الكوره. كان برضو عندك الكندوسي اللي كان لازم ياخد انذار في اللعبه دي، بس هو الحكم تصرف الحكم اللي هو لو في الاول تصرف ان هو صفر وادى انذار واحد كان وفر 3 انذارات في اللقطه دي. في الدقيقه 59 شك في ركله جزاء لطلائع الجيش ولكنها لم تحتسب، الكره اللي جت تقريبا مره واحده وما اتعادتش بالظبط. الاعاده تركت في الدقيقه 59 الاعاده الاقرب. أيوة. انا كبرت الشاشه بتاعت الاعاده ديت وشفتها، رجل لاعب الاهلي راحت مباشره في باهمال للاعب طلائع الجيش، ودي لما اقول له استلم الكوره في صدره، وبالتالي دي كانت ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لطلائع الجيش، وكان لازم حكم الفار يستدعيه في اللقطه ديت، وده خطا من حكم الفار ومن حكم المباراه. هي دي اللقطه اللي كان بيتكلم فيها اسلام محارب، انت حضرتك بتقول ان دي ضربه جزاء لطلائع الجيش. جزاء لم تحتسب لطلائع الجيش. طيب بطاقه صفراء كانت برضو من نصيب اسلام محارب بعد ما عمل تدخل قوي كان مع مصطفى شوبير تسبب في اصابته بفتح في اعتقد في الحاجب وكمان غرزتين يعني. بص يا ابراهيم، اللقطه دي بالمنظر ده لو في الستر او في البطن همشي معاه بانذار، لكن اول ما تقرب للوجه بالاستطز او ببوز القدم فما فيش بقى انذار، ما تفكرش كتير في الانذار، هو كارت احمر مباشر. اي نعم اسلام محارب مش شايف الكوره، مش شايف اللاعب، مش قاصد، لا ما عندوش قصد، وباصص للكوره، لكن ده لا يمنعه ان الخطا اللي حصل ده يستحق كارت احمر، وكان الكارت الاحمر مستحق على اسلام محارب في اللقطه دي. بطاقه حمراء هنا كان لازم حكم الفار يستدعيه، ولازم يشوف اللقطه، ولازم كان يرجع البنا حتى وان لم يكن يقصد بصراحه، لان هو عينه خالص مش على مصطفى للامانه. مش مختلف معاك، هو مش باص للكوره ومش باص، لكن هو بالمنظر ده هو اهمل ووصل اهماله بالكوره بالاستطز بالمنظر ده. اهم حاجه وصلنا للوجه يا ابراهيم، الوجه ما تفكرش كتير بالكارت الاصفر، ما دام الخطا حصل في الوجه مباشره كارت احمر. كارت احمر. طيب في الدقيقة 86 اذا كان يستحق البطاقة الحمراء مباشرة، في الدقيقة 86 هجمة للاهلي وكان تسديدة ابعادها محمد سمير بايده، وبعد العودة لتقنية الفار احتسب حكم المباراة الكرة ديت ركلة جزاء وقرر طرد لاعب طلائع الجيش، رأيك فيها ايه؟ تمام، اللي استدعى حكم الفار استدعاء صحيح، كان لازم يستدعي زي ما قلت لقطة اللي فاتت، الاستدعاء المرة دي كان قرار صحيح، الايد بره الجسم مكبرة الجسم. طب لو شلنا الايد يا ابراهيم بتاع المدافع، الكره مباشره داخله المرمى، وبالتالي دي فرصه محققه لتسجيل هدف، يبقى كارت، يبقى ركله جزاء صحيحه تم احتسابها ومنع فرصه محققه للاهلي، وبالتالي الكارت الاحمر مباشر مع لمسه اليد. احنا في حالات الانذار بتبقى كارت احمر مباشر مع كارت احمر مباشر مع ركله جزاء اللي هي الدفع والمسك ولمسه اليد اللي حصلت دي، وبالتالي قرار صحيح من البنا، وكانت مراجعه صحيحه من حكم الفار اللي تميز في اللعبه دي. طيب انا برضو خليني اعرض لحضرتك، لانه واحنا بنتكلم في الحاله اللي هي كانت في الدقيقه 86 عرضت لك انا برضو الحاله اللي كانت في الدقيقه 82، فمعلش اخد منك تعقيب عليها، اللي هي كانت تدخل ما بين مصطفى شوبير ومهاجم طلائع الجيش داخل المنطقه، الحاله اللي قبل الحاله على طول اللي حضرتك اتكلمت فيها بهدف الاهلي. لا هو الحاله دي اللي كان بالجسم مع مصطفى شوبير صح؟ الحاله اللي دخل فيها مصطفى شوبير ومهاجم طلائع الجيش داخل منطقه الجزاء كانت في الدقيقه 82 بالظبط. دي كانت ركله حره لمصطفى وبدون اي انذار، وكان هو استئناف بركله حره مباشره، هو طبعا
استمر اللعب، كان لازم يوقف الصفاره وخلاص، الموضوع سهل خالص وركله حره مباشره لصالح مصطفى شوبير، لصالح مصطفى شوبير مش لصالح الاهلي. لا، اللي لعب الكوره، احنا المعيار بالنسبه لنا ابراهيم اللي لعب الكوره، اللي لعب الكوره هو مصطفى شوبير، ودخول باهمال من لاعب طلائع الجيت، وكان يستدعي ركله حره مباشره لمصطفى شوبير. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا، والحالات التحكيميه بالكامل تابعناها معاك، بشكرك شكرا جزيلا.